أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة بعثت بها مستمعة لهذا البرنامج، وتذكر في هذه الرسالة وتقول فضيلة الشيخ بأنها امرأة متزوجة ولديها أطفال والحمد لله، وهي تشكو من التهابات مزمنة في الرحم منذ حملها الأول. تقول عندما يدعوني زوجي للفراش أرفض بشدة بسبب ما أعانيه من آلام شديدة تجعلني أبكي، فينام زوجي وهو غير راضي عني مع أنني طلبت منه أن يعالجني، ولكنه يهمل ذلك بقوله إن شاء الله. ولها الآن تقول أكثر من 3 سنوات على هذه الحال تشكو من ذلك، فهل تدخل في حكم المرأة التي يدعوها زوجها للفراش فترفض وقد نام وهو غضبان عليها فتلعنها الملائكة حتى تصبح؟ ما النصيحة التي توجهونها لها؟ إذا كانت صارقة فيما تقول أن الجماع يضرها ضررا بينا فإنها معذورة ولا تأثم بذلك لأنها معذورة فيه، والواجب عليها أو على زوجها أن علاج هذا المرض حتى يزول عنها، فتعالج حتى يزول عنها هذا المرض، تستطيع القيام بحق الزوج وإجابته. نعم.